يعني خلال الفترة اللي فاتت عندنا مئات، تقدر تقول كده آلاف المشروعات الوهمية اللي فتحها السيسي لمجرد انه ياخد اللقطة. الحق الرئيس بيفتح، الحق المشروع الفلاني، الحق الدولة بتتقدم والمواطن بيرقص من الفرح، الحق عندنا مش عارف فتحنا مزرعة ايه وفتحنا طريق ايه وبنينا كوبري ايه واطول كوبري واكبر مسجد واكبر كنيسة واطول علم واكبر مش عارف ايه. كل ده طبعا من جيب المواطن ومن ضرائب المواطن ومن الموازنة بتاعة الدولة، وكله في النهاية بيخر وكله بيفضي في جيب عبد الفتاح السيسي. طيب جيب المواطن لما فرغ أو جيب المواطن لما انتهى، عبد الفتاح السيسي بدأ يدور على ممول جديد. الممول الجديد أكيد هيبقى بالدين وهيبقى صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي واللي قبل 5 سنين تقريبا تم إطلاق ما يعرف بجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي، وطبعا جدول الإصلاح ده بيفرضه صندوق النقد الدولي على أي دولة عايزة تاخد دين. عبد الفتاح السيسي اللي بيبني قصور وهيبني قصور، عشان مصر مش شوية راح جاب الفلوس اللي هيبني بيها القصور من صندوق النقد الدولي اللي فرض عليه إجراءات اقتصادية صارمة بيدفع ثمنها المواطن المصري خلال السنوات اللي فاتت، أهمها بقى تحرير سعر الصرف والعملة المحلية، رفع الدعم الحكومي على المواطن المصري، مش عارف إجراءات تقشفية، كل ده بيدفع ثمنها المواطن المصري، كل ده بيتكوى بها المواطن المصري. يعني قبل المصايب دي لما كانت البلد ماشية على قدها، ما بتبنيش قصور، ما بتعملش منتديات شباب، وما بتروحش تفنجر ويعني تتفاخر بالجيش بتاعها عشان تدعم حفتر، أو مش عارف تروح تدعم محمد بن سلمان في حربه ضد اليمن، كان سعر الدولار 6 جنيه. النهاردة بعد كل الفشخرة وبعد كل المشروعات اللي بناها السيسي وبعد كل الافتتاحات اللي بيعملها السيسي كل يوم، الدولار وصل 16 وشوية أو داخل على 17. لتر البنزين كان أقل بجنيه، النهاردة عدى الأربعة وخمسة جنيه. تذكرة المترو كانت بجنيه، النهاردة بعشرة جنيه. مش عارف كيلو الرز كان بكام والنهاردة بكام، والسكر واللحمة والزيت والبطاطس والطماطم، كل ده بسبب الإجراءات اللي فرضتها صندوق النقد الدولي على حكومة مصر عشان يديله الفلوس، عشان يديله العملة الصعبة، عشان يديله الدولارات اللي بيبني بيها القصور وبيبني بيها الكباري وبيبني بيها الطرق. المصيبة يعني عارف، لو جاب الفلوس دي فعلا من صندوق النقد الدولي وبنى فيها بيها حاجة بتنفع المواطن، مش أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأطول كوبري وأوسع كوبري وأطول علم ومش عارف أكبر مش عارف إيه، كنا هنقول ماشي. لكن المواطن المصري حتى الآن ما شافش مليم من مليارات صندوق النقد الدولي اللي جابها عبد الفتاح السيسي خلال 4 مرات أو 4 دفعات من الصندوق، وبيدفع المواطن ثمنها من جيبه وعرقه ومن وقوده ومن دعمه ومن رغيفه ومن كل السلع والمنتجات، عشان السيسي يقول أنا ببني وبعمل وبفتح. وهي دي بقى اللي اتكلم عنها أستاذ هيثم، سياسة إدانة الشعب أو تديين الشعب. الطفل النهاردة يا أستاذ هيثم بيتولد وهو مديون، المواطن بيموت وعليه دين. يعني ما عادش عندنا حد كده بيطلع من مصر والدنيا تمام وما عليهوش ديون، انت كمواطن انت مديون. يا مصر انت مديون لصندوق النقد الدولي، ومديون كمان للداخل لاصحاب المعاشات، ومديون للبنوك، ومديون للدول الصديقه، ومديون للمنح، ومديون لمش عارف مين، مديون للامارات، ومديون للسعوديه، ومديون للكويت، مديون لكل حد.